السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى جديدة. حلقة اليوم سأريكم طريقة صنع هذه المفارش أو هذا المفرش، نفس الطريقة، يعني كلهم بنفس الطريقة، هنا يختلف فقط حجم الخيط. بالنسبة للطريقة فهي سهلة جدا، فقط بغرزة المنتفخة. يمكن أن تشتغلوا بغرزة المنتفخة بلفات كثيرة، أنا اشتغلت فقط بلفتين هنا. ويمكن أيضا تشتغلوا بألوان كثيرة مختلفة جدا، أنا اشتغلت بما هو متوفر عندي من ألوان. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقة وهذا الدرس مفيد لكم وشرحي واضح والصورة واضحة. وقبل أن أبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة ومساعدتي أكثر، يعني كي أعطي المزيد. وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله. أول شيء نبدأ به، سأشتغل بإبرة كروشيه رقم 2.5 وخيط مناسب. أبدأ بخمسة غرز سلسلة، 1 2 3 4 5. أربط الغرزة الأخيرة بالأولى واسطة غرزة منزلقة. ثم الآن أبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان غرزة عمود واحدة، ثم سأشتغل داخل هذه الدائرة. سأصنع تقريبا مجموع كل الأعمدة 14 عمود تقريبا، يعني إلى أن نحصل على دائرة. نشتغل داخل الدائرة وأصنع أعمدة كثيرة لأن أحصل على دائرة وأعود إليكم. نربط بواسطة غرزة منزلقة تقريبا، يعني 14 عمود مع العمود الذي بدأناه بثلاثة غرز سلسلة. الآن فوق كل عمود سنصنع عمودين منتفخ، يعني بغرزة المنتفخة، يعني غرزتين منتفختين فوق كل عمود. مثلا هذا العمود هنا سنصنع فوق غرزة منزلقة حتى نصل إليه، ثم فوقه نصنع بهذه الطريقة غرزتين منتفختين، الغرزة الأولى ثم الغرزة الثانية، يعني غرزة منتفخة فيها لفتين، يعني لفتين بهذه الطريقة. الغرزة الأولى دائما تكون مختلفة قليلا لأن في البداية لا يمكن أن نصنعها بنفس الطريقة. هذه الغرزة الأولى، غرزة المنتفخة الأولى، غرزة المنتفخة الثانية أيضا هكذا، ثم مرة أخرى نلف وندخل ونخرج. الآن سنخرج من كل الغرز بهذه الطريقة، حصلنا على غرزتين منتفختين فوق غرزة عمود واحد. الغرزة الموالية أيضا بهذه الطريقة مرة أخرى. والآن مرة أخرى غرزة منتفخة هنا، غرزة منتفخة الثانية، نستمر ننتقل يعني إلى الغرزة الموالية، نصنع فيها أيضا غرزتين منتفختين بهذه الطريقة، أيضا الغرزة الأخرى. سنستمر بهذه الطريقة على كل على طول الدورة، في كل غرزة نصنع غرزتين منتفختين.
في النهاية أنا بقيت بواسطة غرزة منزلقة. الآن نذهب إلى السطر الموالي. السطر الموالي سنبدأ أيضا هنا، سنصنع غرزة منزلقة، لأن دائما هنا حيث نصنع غرزة منزلقة هنا ليس مناسب. ننتقل إلى هذه الجهة، ثم الآن هنا كما ترون بين غرزتين منتفختين نصنع مرة أخرى غرزتين منتفختين بهذه الطريقة. دائما في البداية هذه الغرزة المنتفخة الأولى، نصنع غرزة سلسلة، ثم هنا مرة أخرى غرزة منتفخة. ثم أصنع غرزة سلسلة واحدة وأذهب مباشرة إلى غرزة، أترك غرزة هذه الغرزة وأشتغل فوق الغرزة الأخرى وأصنع غرزتين منتفختين مرة أخرى. الغرزة الأولى غرزة سلسلة، ثم الغرزة الثانية. غرزة سلسلة واحدة، نترك هذه الغرزة فارغة ونشتغل فوق الغرزة الأخرى. الغرزة الأولى غرزة سلسلة، ثم الغرزة الثانية. غرزة سلسلة واحدة، ثم نترك غرزة، لا نشتغل في هذه الغرزة، نشتغل في الغرزة الأخرى. نصنع نفس الشيء ونتبع نفس الطريقة، غرزة منتفخة، غرزة سلسلة، غرزة منتفخة في نفس الغرزة. كما ترون سنتبع نفس هذه الطريقة، نترك دائما غرزة ونشتغل في غرزة، نصنع غرزتين منتفختين بينهما غرزة سلسلة واحدة، وبين كل غرزتين منتفختين وغرزتين منتفختين أيضا هناك غرزة سلسلة واحدة. تابع بنفس الطريقة إلى نهاية الدورة وأعود إليكم. نهاية نربط بغرزة منزلقة. السطر الثاني سيكون مختلف قليلا، فداخل هنا غرزتين منتفختين نصنع غرزة منزلقة أولا، ثم أصنع غرزة منتفخة الأولى بنفس الطريقة التي أبدأ، لأن في البداية تكون أسمك قليلا من الأخريات، لكن هذا عادي لأن لا يمكن أن نبدأ بغرزة منتفخة من البداية. غرزة سلسلة واحدة، ثم نصنع غرزة منتفخة، غرزتي سلسلة، ثم غرزة منتفخة واحدة. ثم غرزتي سلسلة وفوق غرزتين منتفختين نصنع غرزتين منتفختين، لكن بينهما غرزتي سلسلة ليس غرزة واحدة. يعني بدل غرزة سلسلة واحدة في السطر السابق نصنع غرزتي سلسلة، سواء بين غرزتين منتفختين أو بين كل غرزتين منتفختين وغرزتين منتفختين. يعني هنا أصنع غرزتي سلسلة ونستمر بهذه، اعتذر، هنا اصنع غرزة منتفخة ايضا هنا. غرزتي سلسلة، ثم هنا اصنع غرزة منتفخة جديدة. غرزتي سلسلة، غرزة منتفخة مرة اخرى، غرزتي سلسلة، وننتقل مباشرة إلى هنا ونصنع مرة أخرى غرزة منتفخة، غرزتي سلسلة وغرزة منتفخة أخرى. كما ترون نتابع نفس الطريقة إلى نهاية الدورة وأعود إليكم.
ربطت بواسطة غرزة منزلقة، والسطر الثالث سيكون مختلف أيضا ببعض الأشياء الجديدة. هنا سنربط بغرزة منزلقة داخل غرزتي المنتفختين، ثم أصنع هنا أولا غرزة منتفخ مرة أخرى، غرزتي سلسلة، غرزة منتفخة مرة أخرى هنا، هذه المرة سأصنع غرزة سلسلة واحدة، غرزة عمود هنا أدخل الإبرة وأصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، وأصنع هنا داخل غرزة منتفخة، ثم غرزتي سلسلة، وأصنع غرزة منتفخة هنا أيضا، أصنع مرة أخرى غرزة سلسلة واحدة وهنا غرزة عمود، غرزة سلسلة، ثم هنا أصنع غرزتين منتفختين بهذه الطريقة، غرزتي سلسلة، غرزة منتفخة أخرى، غرزة سلسلة واحدة وهنا غرزة عمود. أتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة. كما ترون الأمر سهل جدا الآن. نتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة. كما ترون هنا ربطنا بواسطة غرزة منزلقة في النهاية الطرفين معا، والآن سوف نشتغل باللون الآخر. بالنسبة للون آخر سوف أشتغل أنا بهذا اللون. سوف أقطع الخيط هنا أولا، أفضل أن أقطعه. ثم الآن نبدأ باللون الآخر، ونبدأ من هنا تقريبا، مثلا من هذه الجهة هنا نربط الخيط هنا. نربطه جيدا أو نعقده جيدا، ثم الآن سنصنع، نخرج الخيط بهذه الطريقة ونصنع 1 2 غرزتي سلسلة، وداخل هنا سنصنع 3 غرز منتفخة. الغرزة الأولى، ثم نصنع غرزة سلسلة بين كل غرزة منتفخة وغرزة منتفخة، نصنع غرزة سلسلة واحدة. غرزة المنتفخة الثانية، ثم نصنع غرزة سلسلة، ثم مرة أخرى غرزة منتفخة ثالثة، ثم غرزتي سلسلة. سنربط الخيط هنا كما ترون، نصنع 1 2 غرزتي سلسلة، وسنربط الخيط الآن هنا. هنا سأشتغل بهذه هكذا، أخرجه مباشرة 1 2، سأربطه الآن هنا دائما بين غرزتين منتفختين وغرزتين منتفختين هنا بهذه الطريقة مباشرة 1 2، وسأربطه الآن هنا بهذه الطريقة، أخرجه من هنا ومن هنا مباشرة. مرة أخرى سأصنع غرزتي سلسلة وأعود من نفس الطريق كما ترون، سأدخل الإبرة هنا وأخرج الغرزة مباشرة من الغرزة الأخرى 1 2، ثم مباشرة أنتقل إلى الفوق هنا هذا السطر هنا، لكن ليس من هذه الجهة، من الجهة الأخرى هنا، وأصنع غرزة أخرجها من الغرزة الأخرى مباشرة، غرزتي سلسلة مرة أخرى، وهذه المرة أربطها هنا كما ترون، سأربطها هنا بهذه الطريقة مباشرة.
أصنع غرزتي سلسلة مرة أخرى وأصنع مرة أخرى هنا داخل هنا ثلاثة غرز منتفخة. الأولى لكم الخيار في الاشتغال يعني بغرزة منتفخة بعدة لفات، ليس فقط أن فقط لفتين تقريبا، يمكن تشتغلوا ثلاثة أربعة وخمسة كما تريدون، يعني كي تكون غرزة المنتفخة بارزة جدا. هنا واحد، غرزة منتفخة الثانية، غرزة سلسلة، ثم غرزة المنتفخة الثالثة، ثم أصنع واحد اثنان، وبنفس الطريقة أصنع غرزة منزلقة هنا، ثم واحد اثنان، ثم أدخل هنا وأصنع غرزة منزلقة مباشرة، واحد اثنان هنا مثلا، أصنع أخرج الخيط مباشرة من الغرزة الأخرى، واحد اثنان، يعني أربط بغرزة منزلقة في كل حد للسطور، هذه الجهة حيث هذه الجهة هنا، هنا أيضا كما ترون أصنع غرزة منزلقة كي أربط يعني غرزتي السلسلة مرة أخرى، واحد اثنان، وأعود الآن من نفس الطريق من نفس الاتجاه من هنا، أصنع غرزة منزلقة مرة أخرى، واحد اثنان، هنا أصنع غرزة منزلقة، واحد اثنان، وأربط هنا في الفوق كما ترون غرزة منزلقة مرة أخرى، غرزتي سلسلة، واحد اثنان كما ترون، هذا هو الشكل يظهر الآن قليلا. نتابع بنفس الطريقة، غرزة منتفخة الأولى، غرزة سلسلة، ثم غرزة منتفخة ثالثة، غرزة سلسلة مرة أخرى، غرزة منتفخة عفوا ثالثة، الآن السابقة كانت الثانية والآن غرزة منتفخة الثالثة، أصنع غرزتي سلسلة واحد اثنان، وأربطها في هذه الجهة بغرزة منزلقة مرة أخرى، واحد اثنان، أصنع مرة أخرى غرزة منزلقة هنا، واحد اثنان، غرزة منزلقة هنا، واحد اثنان، وأربط الآن في هذا الحد هنا بغرزة منزلقة. الطريقة سهلة جدا، سنكرر نفس الشيء، نعود مرة أخرى إلى الجهة هنا ونصنع فوق هنا داخل هذه الغرزتين منتفختين ثلاث غرز منتفخة، بين كل غرزة منتفخة وغرزة منتفخة غرزة سلسلة واحدة ثم أتابع يعني بنفس الطريقة إلى أن أصل إلى الحد الآخر أو إلى بداية يعني هذا اللون.